السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال عن عايزين فيديو عن عمل إثبات الأوتوكاد عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نروح لأي برنامج الذكاء الاصطناعي خاص بكتابة الأكواد مثلا، وليكن مثلا شات جي بي تي أو جيميناي. طيب هكتب بقى دلوقتي أريد اكتب لي، خليه هو اللي يكتب بقى، اكتب لي لسب لحساب أطوال الخطوط والبولي لاين في برنامج الاوتوكاد، واقول له انتر. هو بقى يبدأ يكتب لي الكود اللي انا اقدر اشتغل بيه. فكتب لي الكود اهوت، تمام. ممكن انسخه كده، ماشي، واقول له هاجي هنا مثلا، هبدأ اسمي دوت ال اس بي وافتحه واكتب الكود اللي انا عايزه. مجرد ان انت هتدوس هنا وتقول له انا عايز نيو، وتقول له تكست، وتغير اهم حاجه الامتداد التكست دي لازم تخليها ال اس بي عشان ينفع نغيره، ماشي. طيب ده الليزب بتاعنا اهوت. نقفله. وبعد كده هاجي هنا واقول له ان انا عايز اقرا الليزب ابلود، واختار الليزب من الديسكتوب، اقول له لود. هو بيسألني انت عايز تحمله على طول كل مره تفتح فيها الاوتوكاد، ولا عايز المره دي بس؟ اقول له المره دي بس. وبعد كده ابدا اكتب بقى الليزب اهوت. بيقول لي حدد العناصر اللي انت عايزها، فابدا اعمل سيلكت على كل العناصر اللي انا عايزها، مثلا الخطوط، فيبدأ ان هو يجيب لي اجمال الطول كذا وعدد الخطوط كذا. فلو دوسنا F2 هيبدأ يجيب لي الحساب بتاعتها، تمام. ممكن من اول مرة ما تجيش معاك، فتحاول مرة واثنين وثلاثة، يعني ممكن مثلا مش عارف يحسب، فتاخد السؤال نفسه وتروح للشات جي بي تي قول له اشرح لي السؤال دوت. طب اشرح لي الاثبات دوت. ممكن تتعلم طريقة عمل الاثبات من شات جي بي تي، قول له اشرح لي كود سطر سطر، خلينا نخليه يشرح، ماشي. طبعا انت ممكن تخليه يقرا لك الكلام، ممكن تنسخه، ممكن. طيب برجاء شرح الكود السابق، تمام. على فكره لما تقول له لو سمحت وبرجاء بيديك نتائج احسن، دي ثابت علميا، تمام. لو شتمته هيديك اجابه اي كلام، فخلينا محترمين معاه، تمام. سطر سطر بيجيب لك الكود ده هيستخدم في ايه، والشرح بتاعه، والمتغيرات، وكل حاجه. فانت ممكن تتعلم برمجه الاوتو لسب من خلال ان انت كل مره بتطلب منه كود، وتبدا ان انت تتعلم منه طريقه الحاجات دي. طبعا سهل جدا بقى، اي فكره في دماغك تقدر انت تساله، انا عايز احسب كذا، طب انا عايز احط كذا، طب الحاجه دي جت ازاي، يقدر ان هو يعني مساعد شخص ليك.